لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. حياكم الله. البداية من صحيفة كتابات الإلكترونية، ونقرأ منها مقالا بعنوان الجريمة في العراق تعكس مدى الضرر الأمني والأخلاقي والنفسي الذي طال المجتمع العراقي، للكاتب نهاد الحديثي، حيث يقول: يعاني العراق من انتشار الجريمة، فقد احتل وفق مؤشر الجريمة المنظمة العالمي الذي أصدرته أخيرا منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات المرتبة 8 من بين 193 دولة عالميا في مؤشر الجريمة، وتصدرت المراتب الأولى جرائم الاتجار بالبشر وتهريبه والابتزاز والتجارة بالسلع المقلدة وتجارة الأسلحة. ويرهن معنيون تنامي هذا النوع من الجرائم بأسباب عديدة، أهمها البطالة والفقر وتفشي السلاح المنفلت. ويترافق تصاعد أرقام الجريمة في العراق والتغيرات في طبيعتها نحو مزيد من القسوة والفظاعة مع ظاهرة انتشار المخدرات. العراق بعد 2003 أطلق صفارة الإنذار بشأن انتشار الجريمة بأنواعها في البلاد واتخاذها أشكالاً فظيعة تعكس مدى الضرر الأخلاقي والنفسي الذي طال المجتمع العراقي جراء كثرة الحروب واستشراء العنف وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الفشل المزمن لتجربة الحكم القائمة منذ أكثر من عقدين بقيادة الأحزاب الدينية. التطور السريع في أرقام الجريمة في العراق والتحول المشهود في طبيعتها نحو مزيد من القسوة والفظاعة ووقوع الجرائم بشكل متزايد في نطاق الأسرة الواحدة يعد انعكاساً لظروف أمنية واقتصادية واجتماعية أوجدتها تجربة الحكم الفاشلة في البلاد، وأفضت إلى تحولات أخلاقية ونفسية باتت تهدد تماسك المجتمع العراقي ووحدته. دمار الأحزاب الدينية الحاكمة طال المنظومة الأخلاقية عبر نشر تدين سطحي، ويسجل الأخصائيون الاجتماعيون إلى جانب التزايد المهول في أعداد الجرائم بالعراق تحولات خطرة في نوعية الجريمة وطبيعتها. تفاقم ظاهرة الجرائم داخل الأسر وفي نطاق العائلة الواحدة يعد مظهراً على تدهور القيم المجتمعية والتفكك الأسري كنتيجة لاستشراء الفقر وتراجع التعليم وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي المبكر والانفجار المهول في أرقام البطالة وانتشار تعاطي المخدرات. عن الأوضاع السياسية في العراق والصراع المستمر والفساد الحكومي كتب عصام الياسري مقالاً في صحيفة المدى، جاء فيه: مع استمرار الوضع السياسي المتهرئ في البلاد على حاله والصراع وجهاً لوجه بين الخصوم في العملية السياسية ما زال شديداً على الرغم من مرور 3 أسابيع على انتخابات المجالس المحلية للمحافظات، وما زالت عساكر الانقسام السياسي الطائفي في ظرف خطير للغاية لم تفكر ليس من باب المصلحة الوطنية العامة إنما مصلحتها الخاصة على أقل تقدير، والواضح أنها لم تدرك للحظة خطورة تجديف نتائج الانتخابات لنفسها فيما يتعلق بانتخاب رئاسة المجلس التشريعي بطريقة تتنافى مع الدستور والقانون. لا زالت أحزاب السلطة الطائفية والإثنية الشيعية والسنية والكردية التي وصلت إلى دفة الحكم في غفلة سياسية اجتماعية فكرية وبدعم من المحتل الأمريكي تستنزف موارد العراق وتلعب بمقدراته دون رقيب أو حسيب، مما أدى إلى إنتاج طبقة سياسية فاشلة تستأثر بالامتيازات السلطوية وحماية الفاسدين. وتحت ذريعة الديمقراطية تماهت الأحزاب التقليدية الليبرالية اليسارية في مغازلة أحزاب الإسلام السياسي والتيارات القومية الشوفينية داخل ما يسمى بالعملية السياسية، مما أحدث بشكل خطير للغاية خللاً في موازين القوى. ومنذ تشكيل مجلس الحكم سيء الصيت ولغاية اليوم لم يتغير النسق الإجمالي في سلوكيات الطبقة السياسية، فالوزارات المتعاقبة تشكلها أحزاب وتكتلات عرقية
طائفية تتناوب بالتوافق على إدارة شؤون العراق، يرافق ذلك خراب ونهب وتسويف وكذب وتحويل الوعي الاجتماعي إلى عقيدة القوة لبناء الدولة العميقة داخل الدولة ومؤسساتها بدل سلطة العدل والقانون وإسناد المهام لإدارة المحاكم أو القضاء. ونقرأ من شبكة 964 مقالا بعنوان تنبيه لإيران هذا أقصى ما يمكن، مياه بغداد وطهران عادت إلى مجاريها. قال خبيران في القانون وباحث في مركز دراسات إن الشكوى التي رفعها العراق ضد إيران لن ينتج عنها سوى تنبيه من مجلس الأمن الدولي، وإنما حدث أخيرا على خلفية قصف أربيل بصواريخ باليستية لم يصل حد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. واتفق مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير الإيراني في بغداد بعد اجتماعهما على حل جميع المشاكل بالتفاهم. رئيس الوزراء تراجع خطوة إلى الخلف في قضية قصف أربيل، وظل يتحدث عن العلاقات المشتركة الجيدة مع إيران، ولا وجود لشكوى عراقية مودعة إلى الآن لدى مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة في المواقع الرسمية للأمم المتحدة أو حتى لمجلس الأمن. كما أن وزارة الخارجية العراقية لم تنشر الشكوى التي قالت إنها قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي بسبب حسابات سياسية. يبدو أن الحكومة غير قادرة على إغضاب إيران، وقد تكون ردة الفعل اتجاه التصريح مستشار الأمن القومي العراقي خير دليل على ذلك. العلاقات ستعود إلى سابق عهدها، مثلما كان هنالك هجوم في عام 2022 وتم توقيع اتفاقية وعادت العلاقات إلى أعلى مستوياتها. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالا بعنوان الحفاظ على استمرار صمود أهل غزة مهمة رئيسة للكاتب ممدوح الولي، يقول فيه يجب أن نضع في حساباتنا أن هناك طاقة تحمل للسكان وللمقاومة بسبب استمرار القصف والتجويع والحصار والخذلان من قبل الحكام العرب والمسلمين، ولهذا تصبح مهمة تعضيد صمود المقاومة أمرا رئيسا بكل الوسائل، سواء بالضغط على الحكومات لإدخال قدر من الاحتياجات الغذائية والمعيشية للسكان، أو بالاستمرار بمقاطعة منتجات الدول الغربية والتظاهرات لدفعها إلى مطالبة الجانب الأمريكي بوقف إطلاق النار. الكيان ومن يعاونونه مصرون على تحقيق أهدافهم بالقضاء على المقاومة وعدم السماح لها بتحقيق أي نصر ولو سياسي، ولذا يجب أن تكون الحسابات مبنية على الوقائع العملية للمشهد، حيث يغيب أي دور مساند للمقاومة بشكل عملي من قبل الحكام العرب والمسلمين، بل إن بعضهم يساهم في مسعى القضاء عليها بشكل عملي، والشعوب مغلوب على أمرها ومشغولة معظمها بمشاكل المعيشة. من كان يتوقع أن تطول الحرب لأكثر من 100 يوم؟ ومن كان يتوقع هذا الخذلان والحصار من قبل الحكام العرب وهذا التحيز الأعمى من قبل الإعلام الغربي وحكامه؟ وهذه أمور لا تدفعنا للقنوط بعد أن شهدنا هذا الصمود الأسطوري، بل تدفعنا كشعوب عربية وإسلامية إلى الإسهام العملي في الحفاظ عليه بكل الوسائل الممكنة. لذا فإن واجب الوقت هو السعي بكافة الوسائل لتعضيد أهل غزة كي يستمروا في صمودهم ومساعدتهم حتى يتمكنوا من استمرار التحمل للمعاناة متعددة الجوانب، وحتى تظل علاقة الترابط والمساندة بين سكان غزة وفصائل المقاومة. قال صحيفة لاكروا الفرنسية إن التوتر يسود الوضع بين مصر والاحتلال الإسرائيلي بسبب إصرار الإسرائيليين على إعادة احتلال الشريط الحدودي بين غزة ومصر والمعروف بمحور فيلادي ليفيا، وهو ما يشكل خرقا لاتفاقية كامب ديفيد من وجهة نظر القاهرة.
أوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته عربي 21 أن محور فيلادلفيا الذي يسمى أيضا محور صلاح الدين هو شريط بري بطول 14 كيلومترا وبعرض 100 متر يمثل الحدود بين مصر وغزة. ظهر هذا المحور في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل بهدف أن يكون منطقة عازلة. تؤكد الصحيفة وجود مفاوضات متواصلة بين القاهرة وتل أبيب حول مستقبل محور فيلادلفيا، وإلى غاية اليوم ينص البروتوكول الأمني الموقع بين الطرفين على حضور 750 جندياً مصرياً مسلحين لمكافحة الإرهاب والتهريب، وهو أمر لا يحقق رضا الإسرائيليين رغم جهود القاهرة السابقة وقيامها بإغراق الأنفاق بمياه البحر. وبحسب الكثير من المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية والعربية والإسرائيلية، فإن هنالك العديد من المقترحات التي قدمت على طاولة المفاوضات من أجل تعزيز المراقبة في هذه المنطقة على غرار تركيب حساسات واستخدام الطائرات المسيرة أو إقامة سياج عازل تحت الأرض لمنع التحركات السرية من وإلى قطاع غزة. ولكن إلى حد الآن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حول الفكرة، سواء من حيث المبدأ أو التفاصيل. وفي الانتظار يبقى محور فيلادلفيا هدفاً عسكرياً، إذ إنه في 23 من كانون الأول ديسمبر الماضي أعلنت حماس أن قوات الاحتلال قامت بمحاولة للتقدم عبر هذه المنطقة العازلة، ولكن تم التصدي لها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نشر موقع الجزيرة نت صورا تعكس مشاهد من الحياة البائسة للغزيين جراء الحرب والحصار والنزوح، وترك العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي ترك آثاره الثقيلة على مفاصل الحياة كافة في القطاع الساحلي الصغير، ولم يترك مكانا إلا وفيه أثر من قتل أو تدمير. 100 يوم على هذه الحرب التي اندلعت إثر معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، والتي يصنفها الغزيون على أنها الأعنف من بين حروب وجولات تصعيد عدة تعرضوا لها على مدار 15 عاما الماضية. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
نربيهم هي نخليهم يعرفوا أصحابهم يعرفوا أهلهم يعرفوا عاداتنا وتقاليدنا وديننا ويعرفوا ديار أرضهم وبلادهم. يجى لقدر عشان يستشهد هان ويقعد يضل في أرضه. والله بس وصلنا نكلم بديش أرجع أمريكا يما أنا حبيت هان وبديش أرجع أمريكا. الله اصطفى يضل في هذه البلاد يرجعش يما الله اصطفى يضل هان وما يرجعش يا حبيبي. طلبها ونالها يا حبيبي طلبها ونالها. قبل بساعتين ما يستشهد بكم ودي لاصحابه كلم الله ينولني الشهاده ودوا لي اياها على المسجات يا حبيبي كل اللي هين به. هو طلبها يا خالتي تسعديش هي طلبها يا حبيبي طلبها ونالها يما الله يرضى عليه ان شاء الله في جنان الفردوس الاعلى يا ربي يما. هذا شيء هذا هاي هي سياسة الاحتلال هاي سياستهم هم بتحرك. شوف الشباب عشان ينزلوا حاجة شو بدي يعمل فيهم ولا إشي بس هم شوف كيف هم بيردوا عليهم في الرصاص كيف هم بتحرك. شوف الضفة مش قادرين للي في أهل غزة قاعدين بتحرك شو هنا فينا في الضفة صار لهم فترة بيضلوا في البلد كل ما يجوا على البلد بنحكي للشباب روحوا 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 بيصيروا هالشباب يطلعوا من الشباك بنسكر المفاتيح الابواب وبنضب المفاتيح فيه وهم بيطلعوا من الشبابيك. هذول شباب دمهم فاير ودمهم حامي جاي يا حبيبي اجا وحب البلد وحب الشهاده وحب تراب بلاده. والله الله الله يتقبل عند الشهداء الله يصبر امه ويصبر ابوه وعمامه يا ربي. روحنا في الأول قبل سنة ونص أنا وحكيت لهم روحوا الأولاد روحوا الأولاد شوف كيف الأولاد بتعلقوا في الأرض كيف بتعلقوا في البلد كيف بتعلقوا في بلادهم. روحوهم وشوفوا كيف الأولاد بيصيروا مفرفصين بيصيروا يحبوا البلد بيصيروا يحبوا أهلهم بيصيروا يحبوا بلدهم عشان يرجعوا في مقبرهم. إذا ما عاشوا هان ما عملوا ذكريات ما بيرجعوا. نلقاكم بإذن الله.